صباح الخير عليكي يا عم صمد، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وحابين كمان نبدا معاكم بخبر من الاخبار الايجابيه اللي يعني حبينا كده نبتدي بيها حلقه النهارده من صباح الخير يا مصر. الخبر هو البيان اللي اصدره المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه بمناسبه اليوم العالمي للالتهاب الكبدي. البيان خصص جزء كبير عن مصر وعن اقليم شرق المتوسط، وقال تحديدا ان مصر من 2018 خدت زمام المبادره وقررت انها تقضي على فيروس سي. طبعا كلنا في وقت من الاوقات كان بالنسبه لنا فيروس سي كمرض، يعني احنا كنا بنتعامل معاه، وصلنا للمرحله ان احنا بنتعامل معاه هو مرض موجود وبنتعامل معاه عادي. الحقيقة أنه مصر كمان عملت حملة وطنية للكشف على 60 مليون شخص. من خلال الحملة دي مصر قدرت أنها تعالج 4 مليون شخص مصاب بالفيروس يا عبد الصمد. طبعاً فيروس سي مشكلته كمان أنه هو كان معدي. ده حقيقي، ويمكن خلينا نتكلم يا جماعه ان فكره ان المرض ده تحديدا مش عايز اقول كان مستوطن في مصر، بس شبه مستوطن في مصر، لان كان في ما فيش تقريبا اسره في مصر حتى لو هنتكلم على الدايره الواسعه بتاعتها غير وبيكون عندها شخص سواء كان قريب منها بشكل مباشر او غير مباشر مصاب بفيروس سي. هنا الارقام بيكون ليها دلاله كبيره جدا لما بنتكلم على حمله استهدفت اكثر من 62 مليون و500 ألف مواطن مصري فوق سن ال 18 سنة، يبقى احنا هنا قدام حملة لازم ان احنا نقف كده وننظر ونتدبر كثيرا، يعني ازاي ده بيحصل على أرض مصر. منظمة الصحة نفسها قالت ان 4 مليون شخص في مصر تم علاجهم من فيروس سي. ال 4 مليون شخص دول بيمثلوا ثلث المصابين بالتهاب الكبد، مش في مصر بقى، في إقليم المتوسط. وده بيعكس حجم الإنجازات الكبيرة اللي اتعمل أو اللي اتعملت فيها مبادرة 100 مليون صحة، واللي بتعتبر أكبر مسح طبي في العالم لاكتشاف الإصابة بفيروس سي ما بين فئات المصريين ككل يا شباب. صحيح يا عبد الصمد. الفكرة كمان يعني بما أن أنت بتتكلم بقى بلغة الأرقام، إحنا يعني قبل 2018 مصر كانت للأسف من أكبر الدول في معدلات الإصابة بفيروس سي. كان بيتصاب في مصر كل سنة حوالي 250 ألف شخص بهذا المرض. دلوقتي 2022 منظمة الصحة بتشيد بالحملة اللي مصر عملتها عشان تكون خالية تماما من الإصابة بالفيروس. كمان منظمة الصحة اعتبرت أنه هذه التجربة هي تجربة ملهمة للقضاء على الفيروس اللي كان بيمثل خطورة كبيرة جدا على المصريين. يمكن كمان يا عبد الصمد كان وقت هذه الحملة، وقت اتخاذ قرار ببدء هذه الحملة، احنا ما كناش نعرف حاجة عن فيروس كورونا، كانت خطوة استباقية وبعد كده دخلنا على فيروس كورونا. تخيل بقى لو كنا استمرينا بالارقام دي وقت جائحة كورونا وعندنا فيروس سي كمان، يعني تخيل فيروس الوضع كورونا كان فيروس صعب سي جدا. خليني اقول لك يا جمانة ان الموضوع ما وقفش عند هنا. اعلنا ان مصر خالية الحمد لله، يعني وبفضل ومجهود طبعا، يعني بفضل ربنا ثم مجهود الاطقم الطبية وقرار القيادة السياسية تحديدا بالقضاء على يعني هذا الفيروس تحديدا، لكن ما وقفناش. 100 مليون صحة كملت ليه؟ لانها بقت جزء مهم جدا من وجزء رئيسي كمان من المنظومة الطبية، لانه بعد كده انضم للحملة دي حوالي 11 مبادرة تانية شغالين لحد دلوقتي وما وقفوش، شغالين بنفس الكفاءة بنفس التوقيت وبمعدلات إنجاز كبيرة كمان. زي على سبيل المثال بنتكلم على الكشف عن الأمراض غير السارية، بنتكلم على الكشف المبكر على الأنيميا، على السمنة، على التقزم لطلاب المدارس، وبنتكلم على مبادرة صحة المرأة المصرية وغيرها كتير من المبادرات المصرية اللي شغالة على الأرض. ويمكن كان في أيضا يمكن برضو المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة في المستشفيات. كل دي مجهودات بتحصل على الأرض، كل دي يمكن حاجات بتخلينا نقول إن مصر الجمهورية الجديدة مش مجرد شعار بيترفع، لا احنا بنتكلم هنا على تغيير نمط حياة، بنتكلم على تغيير اسلوب حياة. فبإذن الله القادم افضل. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.